مرحبا بكم في برنامج فوق السور في نصف النهائي الثاني من في جمعية تويزة، متكون من الفريق الأول اللي هو المحبل، متكون من شكون؟ براندين زغلامي وزينب فضائي. والفريق الثاني فريق ويز، متكون من رندا عوادي رفيقة ليلي. انت مش خاسة؟ انت دبناه سار ماركاتو معناها نتاع اشتي وحاجة كما هكيم. قديش شريتي؟ صحتهم مازلت ما خلصتش. ما نطولوش عليكم، باش تعدوا للسؤال الاول. السؤال الاول يقول: عندما يكون مطلب النفاذ الى المعلومه تاثير على حياه شخص او على الحريه، ما هي اجل الرد؟ من ربع ساعه. محضرين مغرش باكي. حاضرين. به نتعدوا حتى قرايته وما قريتهاش بالقديه السؤال، معناها وانتم جاوبتوا 48 ساعه. غريبه حريتي وحياتي. كيفاش عندما تمس من حريتي المعطيات اللي باش تحصل عليك تبدا 48 ساعه. حسب الفصل، حسب الفصل قديش؟ فصل 32 القانون 22. ما شو بك مالك يا دوبلتي؟ انا كنت مروحه قرات تيود. السؤال الثاني للفريق المحبل: اذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومه على عين المكان، ما هي اجل الرد؟ هما تعرف واحد واحد ماركيتي على روحك عادي، معناها دونك الفريق واحد واحد. به نتعدوا للسؤال الثالث: مبدئيا قديش اجل الرد على كل مطلب للنفاذ الى المعلومه؟ 20 يوم، شهر، والا 90 يوم؟ 20 يوم. صلي على النبي على تبارك الله. به جواب صحيح، 20 يوم. دونك نتعدوا للسؤال الرابع. تجري عبد عادل هم مركوش على رواحكم. عندما يتعلق الامر بالحصول او الاطلاع على عده معلومات لدى نفس الهيكل، قداش من نهار يمكن تمديد في الاجال العادي المقرر ب 20 يوم؟ فهم احتمالات. دونك الاحتمالات باش نمدوا، معناها هما 20 يوم باش نمدوا فيهم باسبوع ولا ب 10 ايام ولا ب 20 يوم؟ اسبوع. والجواب غلط المحبل، 10 ايام. دونك لهنا فين واحد طاروا عليكم رفيق ماركاتو بيه، هي طيحت الجمعيه الاخرى وجيت الجمعيه. ضرب بخبيثة رفيقة. دونك سؤال الخامس: في صورة عدم الرد، قديش الأجيال باش تتقدم بالطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة؟ هيئة النفاذ مش الهيكل. ليه باش تتقدم بالطعن أمام هيئة النفاذ؟ 20 يوم. 20 يوم. 10 أيام للهيكل، 10 أيام. هكا هو، هكا هو، هكا هو. 3-1. وني احنا فزنا ولا لا؟ يس. وعلاش 20 يوم؟ خاطر لازم تتقدم للمدير الهيئه، معناها الهيكل المعني يعطوك 10 ايام، ومن بعد ترجع تشكي اذا كان هو معناها فورم، معناها وعندك تنجم تلجأ للمحكمه الدستوريه. قداش حضرت المحكمه الاداريه؟ اش بيني انا كي نقول لكم يخدموا لي خدمه ما تخدموش ليا؟ شنو هي الحكايه؟ وجواز شنو؟ تبارك الله ومرحبا بكم. معناها الفريق الفائز 3-1 هو فريق ويز، رفيقة ليلي ورندا العوادي. نتقابلوا ان شاء الله على قريب في الدور النهائي ويز كونتر تويزر.